أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المشاهدين المتابعين ورحمة الله وبركاته في حلقة من حلقات هذه السلسلة التي نتطرق فيها إلى علامات الظهور وانما نركز اهتمامنا في هذه الايام على هذه السلسلة لان هنالك احداث هذه الاحداث التي بدأت بالتطور سواء كانت هذه الاحداث احداثا عالمية او احداث محلية في المنطقة او في العراق نلاحظ ان هناك احداث غريبة ومريبة بدأت بالتصاعد والتطور لذلك لا بد لنا من ان نركز على هذه الاحداث ونبحث عن مقاربه بين هذه الاحداث وبين الروايات الشريفه المرتبطه بعلامات الظهور لعلنا نطرح شيئا يكون ذو فائده ونفع للمؤمنين من اجل ثقافه الانتظار والتوقع والهدي إلى طريق صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع جديد كان في بودي كان في ودي أنه سلسلة الحلقات المرتبطة بالحرب الشامل الحرب العالمية لابد أن تكتمل وإن شاء الله في أوقات قادمة سوف نحاول أن نكمل ما بدأناه في قضية مسألة الحرب العالمية لأن فيها لا زال فيها الكثير من الأبحاث والروايات ولكن اليوم نتحدث عن موضوع آخر هذا الموضوع مرتبط بالشأن المحلي بالشأن العقائدي السلوكي المرتبط بالمنتظرين المرتبط بالمؤمنين الشيعة المنتظرين هذا الحدث أو هذه المفردة أو هذا الإرهاص لابد أن نركز أو نسلط الضوء عليه لأنه أمر مهم يرتبط بالعقيدة وتحصين العقيدة حتى نكون على حذر من هذه الأحداث الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم هو موضوع فرقة البترية التي أشارت إليها الكثير أو العديد من الروايات البتريه مصطلح هذا المصطلح له فيه تقاطعات تقاطعات تاريخيه تقاطعات فرق وملل تقاطعات احداث تقاطعات منها ما يرتبط بالعلامات الظهور منها ما يرتبط بالشؤون التاريخيه للفرق والملل منها ما يرتبط بالعقائد نحاول ان نطرح شيء تعريفي عن قضيه البتريه وتداخل هذا المصطلح منهم بما هو تاريخي وعقائدي وفكري وتوقعي وشؤون الانتظار الكثير لعله من ابناء المذهب من المؤمنين وحتى في بعض الاوساط المثقفه قد لا يم لم يطلع على هذا المصطلح لم يطلع على هذه الثقافه ما هو ما هي البتريه ما هي فرقه البتريه ما المقصود من البتريه اذا اريد منها اذا اريد منها مثلا خصوص علامات الظهور وماذا يقصد بالبتريه اذا اريد منها السياق التاريخي والعقائدي لهذه لهذا المصطلح. هناك دلالات تاريخيه لهذا المصطلح البتريه وقبل ان نبين الجذور اللغويه لهذا المصطلح حاول أن نمهد العلاقة بين المصطلح بالواقع السياسي التعبوي الحالي في العراق ما الذي حدانا لاستدعاء هذا المصطلح والتركيز عليه وفهمه وطرحه للجمهور هل هو الرغبة في التوقيت لأحداث الظهور أم هو شيء آخر باعتبار أنه هذا المصطلح مصطلح البترية كما سيتبين معنا إن شاء الله له ارتباط بالمعارضة التي سيتلقاها الإمام عجل الله فرجه الشريف في بداية ظهوره من قبل أوساط شيعية تسمى بالبترية هل البترية أو البترية عنوان مسبق لهذه الجماعة أم أنها عنوان طارئ تستدعيه الذاكرة بمجرد معارضة هؤلاء للإمام عليه السلام ما هو المسوغ لمعارضتهم ما هي أسباب هذه المعارضة وهل أن هذا المسوغ أو هذه الأسباب هو الذي سبب إلساق هذا المصطلح وهذا العنوان بهذه الفرقة بالبترية هذه عده تساؤلات نحاول ان نطرحها ان شاء الله ونفهمها بشكل اجمالي. الابتار في اللغه هو الذي لا عقب له كما في قوله عز وجل ان شانئك هو الابتر. الطريحي في مجمع البحرين سرد لنا معنى الابتار او البتر لغه واصطلاحا. ومعناه ان مبغضك هو المنقطع عن الخير الابتر. قيل الابتر الذي لا عقب له وهو جواب لقول قريش ان محمدا صلى الله عليه واله لا عقب له يموت فنستريح منه. والابتر المقطوع الذنب. والابتر المقطوع الذناب. والبتريه يقول الطريحي بضم الموحده. البترية او البترية فرق من الزيدية هذا هو السياق التاريخي لهذا المصطلح الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة الذين يقولون بإمامة زيد بن علي عليه السلام وفرقوا وذهبوا باتجاه آخر وأسسوا فرقة خاصة لهم لها مدلولاتها العقائدية والفكرية الخاصة بها البترية الذين هم من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد وكان لقب هذا المغير بن سعد لقبه الأبتر لذلك سموا بالبترية وهؤلاء البترية هم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السلام لكن خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهم الإمامة أي أن أبا بكر وعمر إما كما ان امير المؤمنين امام وهم يبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد عليين عليه السلام هذه هي فرقة البترية وهاي مدلولاتها العقائدية ومرتكزاتها الاعتقادية هؤلاء البترية التأريخيين السياق التأريخ للبترية خلال المدلول اللغوي للمصطلح راح نفهم المدلول الاصطلاحي خصوصا أن الطريحي لما طرح المدلول اللغوي حاول يجمع بين المدلولين ولا من جهة البعد الكلامي في تحديد الملل والنحل والفرق واتصال هذا المدلول ببعضها حيث أن مصطلح البترية أول ما ظهر كلاميا مع ظهور فرقة من الزيدية كما أسلفنا وهذه الفرقة هي التي تتفق, تتفق مع الإمامية الاثنى عشرية في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وإمامة الحسنين وإمامة علي بن الحسين عليه السلام ثم تفترق في انتخاب لزيد زيد بن علي رضوان الله عليه إماما مفترض الطاعة بحسب مقدمات بحسب مسوغات إرهاصات تاريخية دعتها إلى هذا الانحراف عن عقائد الشيعة وانشقاقها إلى الفرق الأخرى أو انفترقت هذه الطائفة الزيدية إلى فرق من عدها من هذه الفرق الفرقة البترية لكن مصطلح البترية إلى مدلول آخر هذا مدلول التاريخ البترية مصطلح البترية له مدلول آخر هو مدلول كلامي داخل تأريخ مدلول كلامي داخل تأريخ وهذا مدلول أيضا يرتبط بفرقة تشابه إلى حد كبير في أدبياتها فرقة البترية التابعة إلى الزيدية نحن سمعنا من الطريحي رحمة الله عليه أن أولئك يخلطون ولاية علي بولاية أبي بكر وعمر كذلك هؤلاء البترية الذين سيأتون في آخر الزمان على ما سوف نسمع من الروايات أيضا يخلطون ولاية أمير المؤمنين بولاية علي أو لا أقل أنهم يبترون البراءة فهم يوالون أمير المؤمنين ولا يتبرؤون من أعداء لهم معروفين بهذه الأسماء الأسماء المعروفة ابو بكر وعمر وأثمان وعائشه. اذا الفارق بينهم بين بتريه الزيديه والبتريه المتوقعون في اخر الزمان ان مشكله اولئك البتريه الزيديه من طرفين من طرف الولاء لاعداء اهل البيت عليه السلام ومن طرف عدم البراءه منهم. اما هؤلاء بتريه عصر الظهور او بتريه عصر ما قبل الظهور الاشكاليه فقط من طرف تعاملهم مع ثقافه التبري والا فهم الاعم الاغلب منهم من جهه الولاء قد لا تكون لديهم مشكله ولعل ضعف ثقافه التبري ضعف ثقافه التبري عند الشباب وعند الشيعه بشكل عام ضعف هذه الثقافه ادى الى افراطهم في ثقافة ما يسمى بالتقريب ما يسمى بالوحدة الإسلامية جعلهم يخلطون بين المفاهيم ويفقدون السيطرة على ملاك أو ملاك البراءة والتبري. يفقدون السيطرة على معرفة حدود الولاية والبراءة. يفقدون تشخيص امارات والاطارات الزمنية لملاك هجرهم لمبدأ البراءة ومن ثم يفقدون معنى المدارات والتقية و أو ما يسمونه بالثقافة الوحدة والتقريب أو ما يسمى بنبذ الطائفية وغيرها من الثقافات مما دعاهم إلى هجرهم إلى ثقافة التبري ومبدأ البراءة بشكل عام طبعا من دون أن يشعروا أو مع شعورهم ولكن لأنهم مستكبرين لأنهم تأخذهم العزة بالإثم فهم لا يعترفون بذلك وباعتبار أن الترف الفكري تملك على عقولهم لا يستطيعون التراجع عن مواقفهم ويشربوا في 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 قلوبهم العجل كما يقولون حب العجل حتى اللحظة الأخيرة حيث انسداد أبواب التوبة حيث انسداد باب التوبة الروايات التي اشارت الى مصطلح البترية عديدة منها هذه الرواية قوله عليه السلام ويسير الى الكوفة عن الامام عجل الله فرجه الشريف ويسير الى الكوفة فيخرج منها ستة عشر الفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن اذا هم اصحاب دين اصحاب اخلاق اصحاب سلوك فقهاء في الدين متفقهين قد قرحوا جباههم متدينين وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق للاسف ان قضيه النفاق مرض سلوكي مرض نفسي الانسان يجهد نفسه يتعب نفسه بالعبادات بالسلوك بالاخلاق لكنه لا يمتلك ركيزة اعتقادية حق عقائده أفكاره العقائدية هشة لذلك تجد أنه يعني سريع المبادرة إلى النفاق سريع المبادرة إلى السطحية في التفكير السطحية في اتخاذ المواقف وبالتالي الانزواء عن الحق أو عن طريق الحق وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمه ارجع لا حاجه لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشيه الاثنين من العصر الى العشاء فيقتلهم اسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من اصحابه احد دماؤهم قربان الى الله سبحان الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله إذا هم من أهل الكوفة هم من من متديني أهل الكوفة من متفقهي أهل الكوفة لعلهم لعل لديهم قاعدة شعبية واسعة متدينة لديهم طقوسهم الخاصه لديهم مناسباتهم مهرجاناتهم هوياتهم مراكزهم شعاراتهم اعلامهم راياتهم فضائياتهم كل هذه لها خصوص، لهم خصوصيات فيها ومواصفات معينه هؤلاء هم البتري هذه روايه الروايه الثانيه تقول اذا قام القائم عليه السلام سار الى الكوفه فيخرج منها بضعة عشر ألفا يدعون أو يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب ويهدم قصورها. ويقتل مقاتلها حتى يظل عز وعلا هناك أيضا روايات أخرى سنتطرق إليها إن شاء الله في الحلقات القادمة حول هذه المجموعة حول هذه الفرقة وسنحلل هذه الفرقة وسلوكيات هذه الفرقة إن شاء الله في الأيام القادمة وفي الحلقات القادمة لا حاجة لذكر مصادر الروايات لأنها أشهر من أن تذكر وسوف نذكر هذه المصادر إن شاء الله في الحلقة القادمة الأحداث المتسارعة اللي يشهدها العراق حاليا اللي تشابه الى حد بعيد الدراماتيكيه اللي وردت في قضيه وروايات الشيصباني او صاحب السفياني الذي يضع رحله في الكوفه او صباني الذي ينبع كما ينبع الماء. الشيصباني والبتريه يتلاقون في يتقاربون في الافكار. قد تكون أزمنتهم مختلفة قد تكون متوافقة الأزمنة لكن قد يكون قد يكون صباني ينتهي قبل قبل نهاية البترية لأن البترية يمتد عصرهم إلى ظهور الإمام ويواجهون الإمام والشيء صباني ينتهي قبل ذلك بفترة قد يتزامنون في الظهور في الخروج قد تلتقي مصالحهم بعضهم ببعض بعض المصالح بعض الأفكار باعتبار أن أفكارهم متقاربة الشيخ صباني أيضا هو من أهل الكوفة من أعيان الكوفة وله حقد وحنق على المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وهو أيضا من السادة كما دلت الروايات التي ذكرناها قبل ذلك من الشيعة البترية أيضا من الشيعة أفكارهم متقاربة ذلك لا يتبرأ وهؤلاء لا يتبرؤون إذا الأفكار تقريبا متقاربة بين البترية والشيصبان إذا نحن ملتزمين أو ملزمين من الناحية الثقافية على دق جرس الإنذار ليس لأننا, لأننا نقطع أن هذه هي أحداث القريبة من السفياني أو القريبة من عصر الظهور حتى لا نكون موقتين إلى هذا الحد وإنما نحاول أن نقارن ونقارب بين الروايات وبين الأحداث التي تجري في هذه الأيام من باب ترويض العقل الجمعي ترويض العقل الجمعي على مناكفة ومضادة الثقافات التي قد تربك مشروع الإمام المهدي أجل الله فرجه وقد تلقي بالناس في وارث فتنة في الدين وكما قيل أخوك دينك فاحتط لدينك. هذا مسوق كافي حتى نطرح هذه الافكار، نطرح هذه الثقافات لتحذير المؤمنين من منزلقات هذه الفرقه، هذه الطائفه البتريه والشيصباني وغيرهم. خصوصا ان احتمال ان تنطبق احداث احداث هذه الايام على احداث صباني واحداث بعض الفرق وارده جدا باعتبار ان الاحداث العالميه والتدحرج نحو الحرب الشامله يعطي يعطي اشاره الى ان احداث الاحداث المحليه ايضا بدات بالظهور وبدات تتوالى وتت... وقد تتدحرج ايضا الى مزيد من الاحداث والارهاصات في الايام والسنوات والاسابيع القادمه. لكن قد يسال سؤال اذا كان هذا المشروع او قد يسال سؤال اذا كان هذا المسوق هو مجرد افتراض. هل ثمه امارات اشارات على وجود مثل هذه الثقافة الهدامة في المجتمع الشيعي العراقي حتى يتم التحذير منها بهذا الشكل قل نعم للأسف الشديد بدأنا نسمع في أوساط مهمة أن المجتمع عن دعوات لتميع ثقافة البراءة والتبري من أعداء أهل البيت عليهم السلام تحت مبرر تحت مبرر حفظ المجتمع من الانزلاق الطائفي تحت مبرر أصبح هذا المبرر عقيدة عند هؤلاء اهم بكثير من عقيدة البراءة والتبري في حين انه مسألة حفظ المجتمع من الانزلاق الطائفي مجرد ادبية سياسية من ادبيات السياسة الشرعية للمذهب يتم تشخيصها من قبل فقهاء مأمونون على المذهب وعلى عقائد المذهب ولا تبقى هذه الادبية لتكون مثلا عقيدة يستقتل بها عليها الناس من اجلها تشن الحروب والدماء من اجل تثبيتها ما له داعي ما مسوغ اصلا يعني قضية التقريب أو التقريب بين المذاهب أو قضية عدم الانجرار للطائفية قضية جيدة ومطلوبة وجميلة لكن ليست على حساب التبري وثقافة التبري العقائدية في العقائد أهم من السياسة ومن أدبيات التلاقي ومن أدبيات المدارات والتقية المدارات والتقية إنما هي تحصين للمجتمع من المخاطر وليست هي عقيدة رئيسية متركزة مرتكزة في العمق العقيدة الرئيسية المرتكزة في العمق هي عقيدة التبري واضح حتى أن هذه الأدبية للأسف أوجدت جوا من التكتلات الاجتماعية في العراق راحت تعبر عن هويتها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت نقرأ بين حين والآخر عن أدبياتها كيف تستقتل وتكفر أخوانها من الشيعة لمجرد لمجرد تمسكهم بثقافة التبري أو حتى ثقافة الدفاع عن المذهب حتى تقال لهم تهم من قبيل الطائفيه من قبيل العماله لايران وهي مساله استعداء ايران ايضا موجوده بكثره من قبل هذه الفرقه وما شابه هذه الفرقه في هذه الايام. وايضا هي من ادبيات هذه التكتلات اي مديح او تعبير عن اعتزاز مثلا عن جمهور بالجمهوريه الاسلاميه اصبحت تهمه لا تغتفر، اصبح المؤمنون يتحاشون ذكر الجمهوريه الاسلاميه تلافيا لتسلط الاسهم من هنا وهنا بل وتسلط الايدي في بعض الاحيان مع العلم انه الجمهوريه الاسلاميه او غيرها من القوى الشيعيه هي من دعاة الوحده دعاة نبذ الطائفيه الا ان هؤلاء يرون ان ايران سبب الطائفيه وسياسه ايران في هذا المجال نفاق وليس مبدا حسب راي هؤلاء الذين ينعقون مع كل ناعق ينعقون مع البوق او الجوقه الوهابيه في الفضائيات وغيرها بدأت هذه الأيام تنزل مقالات صريحة تعبر عن هذه الثقافة الدخيلة على أدبيات المجتمع الشيعي خصوصاً على مواقع الفيسبوك فمن الأجدر الأجدى أن نواجه هذه الثقافة من أجل وعدها من أجل وعدها في مهدها قبل أن تستشري تكون سبب لإرباك عقائد الناس وبالتالي فقدان التوفيقات لنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذاً هذه الثقافة لابد لنا أن نواجهها بالعقل بالفكر بالثقافة بالتثقيف بتركيز ثقافة الولاية والبراءة وبالتحذير منها حتى لا يقع فيها شبابنا وحتى نصل الى مرحلة التمهيد الحقيقي لظهور الامام عبد الله فرجه الشريف نتحدث عن هذه الفرقة فرقة البترية بشكل اعمق وبشكل اكثر دقة ان شاء الله في الحلقات القادمة بعد الحديث عن مجريات الحرب العالميه القادمه ان شاء الله الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته